سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل هذا اليوم في كتاب الفرائض مع باب ميراث أهل الملل، وأريد أن أنبه إلى تنبيهين يسيرين أو ثلاثة. التنبيه الأول أن الأسبوع القادم بإذن الله هو إجازة كما تعلمون، ونبدأ بالأسبوع الذي بعده مباشرة، أي في تاريخ 13/5 يوم الأحد 13/5، لأني ألحظ سبحان الله مع كثرة ما أذكر للإخوان يبدأ الاتصالات والرسائل، هل اليوم في درس أو ليس فيه درس؟ وما دام ليس فيه أسبوع تسجيل فالأصل هو الدرس، ونحن لولا أنه الأسبوع القادم إجازة ولا نريد أيضا أن يخسر الأخوة الطلاب مواصلة هذا الدرس والإجازة لاستمرنا حتى في الإجازة، لكن مراعاة لأحوال الإخوان، خاصة أن الذي بعده قرابة شهر ونصف فقط، يعني ونريد أن نكمل أشياء كثيرة سواء في منار السبيل أو في التفسير في سورة الكهف، مع أيضا أهمية استمرار الدرس، والعطلة طويلة كما تعلمون قرابة 4 أشهر. المسألة الثانية، اليوم أيضا في ميراث أهل الملل الفصل فيه طول نوعا ما يختلف عن الفصول الماضية، وأنا حريص على أن ننهي هذا الفصل وهو باب ميراث أهل الملل والوقوف مع جزئياته، ولذلك قد يكون على حساب الكلمة إلا أن بقي من الوقت متسع، وأسأل الله أن يبارك في الوقت. بعد الأذان إن شاء الله في التفسير، لكنه سيكون لن نبدأ في قصة ذي القرنين مباشرة لأننا وقفنا عليها، إنما أريد أؤجلها إلى إن شاء الله الدرس القادم الأحد 13/5، إنما اليوم سأقف وقفات داخل سورة الكهف، سواء مقدمات لقصة ذي القرنين أو وقفات حول سورة الكهف مما مر، وهذا أدعه لحينه. هذا ما أحببت أن أنبه إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نستمع للشيخ فهد في قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث أهل الملل، لا توارث بين مختلفين في الدين، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه، وذكره الموفق إجماعا. قال الإمام أحمد: ليس بين الناس فيه خلاف. هذا نعم ميراث أهل الملل، يعني أهل الأديان، وأريد أنبه إلى خطأ أحيانا له أصل طبعا، لكنه استخدامه الآن في نظر، أنه قد يقال عن اليهود والنصارى والمسلمين أهل الأديان السماوية أو الديانات السماوية. الحقيقة ليس هناك الآن دين سماوي إلا الإسلام، لأن الأديان الأخرى حرفت. صحيح أن أصل اليهودية والنصرانية أديان سماوية، لكن الإطلاق هكذا قد يحدث خاصة مقارنتها مع الإسلام، أما يقال الأديان السماوية الإسلام واليهودية والنصرانية قد يساوي على التساوي، هذا خطأ، لأنه إن الدين عند الله الإسلام، خلاص الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، من باب ضبط المصطلحات. يقول: لا توارث بين مختلفين في الدين، ثم ذكر حديث أسامة، وهذا هو العمدة في هذا الباب والأصل، وخاصة أنه حديث صحيح متفق عليه: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، إنما ستأتي التفصيلات ما وراء ذلك، وإلا هذا كما قال الموفق، المقصود ابن الموفق هو ابن قدامة كما ذكر هذا في المغني، يعني هذا القول الذي ذكره إجماعا حكى الإجماع في المغني. وقال الإمام أحمد: ليس بين الناس فيه خلاف، وهذا صحيح، ليس في خلاف في أصل الموضوع، وإلا في خلاف ربما كما سيأتي الآن في مسائل فرعية في موضوع التوارث. فنخلص من هنا إلى أنه لا توارث، خل نقطع من القاعدة الأولى، بين المسلم وغيره من أهل الأديان، حتى لو كان زوجته، حتى لو كانت زوجة كتابية، يعني يجوز له أن يتزوجها لكنها لا ترث في الحقيقة، وسيأتي إشارة إلى هذا أنها لو أسلمت قبل توزيع الميراث فإنه في هذه الحالة تأخذ نصيب الزوجة، وإلا فهي وإن كانت زوجة فلا ترث لأنها كتابية، بل حتى لو كان طبعا الإنسان
أمه أو أخته أو غير ذلك من لا يرثونه ولا يرث منهم أيضا في هذه المسألة. نعم يا شيخ. إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني. ولأن ولاءه له وهو شعبة من الرق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات. وعنه: لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر، قاله في الكافي. هذه مسألة الآن يقول أنه يستثنى من ميراث المسلم للكافر والكافر المسلم إذا كان بالولاء، إذا كان كافر أعتق مسلما، وهذه طبعا فيها تفصيل ما ليس هذا مكانه، أو أعتق وهذا الأكثر المسلم عبدا كافرا فهو له الولاء. فيقول المؤلف يستثنى من إرث الكافر المسلم والمسلم للكافر الإرث بالولاء، فكأنه يقول أن الإرث بالنسب والمصاهرة مثلا، أو السبب بالمصاهرة أو النسب الابن وغيره لا يرث إلا الولاء. لماذا؟ احتج بدليلين الذين قالوا بهذا القول، وهو قول في المذهب أيضا، احتجوا بحجتين. بهذا الحديث، وهو حديث جابر مرفوعا: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني. وهذا الحديث بالمناسبة ضعيف، تخريج الحديث أنه ضعيف. واحتج بحجة عقلية، يقول الآن إذا مات المملوك، يعني العبد المملوك، وعنده مال وهو كافر، من يأخذ ماله؟ هل يذهب لبيت مال المسلمين؟ لا، حقيقة يأخذه من؟ يأخذه سيده، يأخذه سيده، لا إشكال في هذا إطلاقا. قال إذا كان سيده يأخذه، يأخذ ماله إذا مات، ليس إرثا طبعا لأنه الآن مملوك، لاحظ، لكن هنا المقصود المعتق بالولاء. إذا كان معتق قد أعتقه المسلم أعتق العبد الكافر، فهذه المسألة تناقش. قال إذن العتق أصلا والولاء، عفوا، الولاء فرع عن شعبة عن الرق أصلا، هو ما نشأ الولاء إلا لوجود الرق، ما نشأ الولاء إلا لوجود الرق، فهو فرع. وما دام الأصل وهو أنه صاحب أو السيد يأخذ مال مملوكه إذا مات ولو كان كافرا ولا إشكال في ذلك، فمن باب أولى، هذا استدلالهم، أن يأخذ أن يرث منه عن طريق الولاء. إذا كان أعتقه وليس له أي وارث إلا هو فإنه يأخذ، هذا هو القول. ثم قال: وعنه لا يرث مع اختلاف الدين لعموم الخبر، قاله في الكافي. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يرث، وهذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأننا نقول أولا الحديث الذي احتجوا فيه حديث ضعيف، ثانيا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا مخصص له، فلا دليل على أنه يمكن أن يرث بالولاء. ثم ثالثا وهو دليل عقلي، إذا كان الإنسان لا يرث والده إذا كان كافرا، ولا يرثه ابنه إذا كان كافرا، ولا ترث زوجته إذا كانت كافرة، فمع ذلك إذا كان هذا هو أقوى من الولاء، لأن الولاء آخر من آخر درجات الميراث، فكيف نجيز الإرث بالولاء؟ لأنه أضعف، الإرث بالولاء ضعيف جدا كما مر معنا، ما يأتي الإرث بالولاء إلا بعد أن لا يوجد له ورثة ولا عصبة ولا فيه رد، ثم يأتي الولاء وبعده ذوي الأرحام كما مر معنا. إذن يأتي بالدرجة الرابعة تقريبا الإرث بالولاء، فكيف نقول ونقدمه على، مع أنه ممنوع أن يرث بالنسب أو بالسبب وهو أقوى، بالنسب كالابن والأب والسبب كالزوجة. نعم، طبعا ما نقول زوج لأنه غير وارد أن مسلمة يأخذها كافر، تلاحظون عبارتي قصدت هذا، لكن نقول الزوجة قد تكون كافرة يعني كتابية، فإذا كان هذا لا يمكن مع أنه كتابية فكيف نقول إنه يرث؟ إذن هذا القول الذي اختاره أو وهو في المذهب، نقول الرواية الأخرى هي الصحيحة وهي الراجحة دليلا وأثرا ولا حجة، والحجة التي ذكروها الحديث ضعيف لا يحتج به،
والعلة التي ذكروها أيضا ضعيفة جدا لا يعتمد عليها، فنبقى على الأصل لحديث أسامة وهي عمدة في هذا الباب، والله أعلم. وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم، وكذا زوجة أسلمت في عدة قبل القسم نص عليهما، وروي عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود رضي الله عنهم لحديث من أسلم على شيء فهو له، رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام، رواه أبو داود وابن ماجه. وحدث عبد الله بن أرقم. نعم أضبطوا هذه، لأن بعض النسخ عندكم خطأ أخوان، عندكم بعض النسخ وحديث عبد الله، اللي عنده حديث عبد الله غلط، يعني ما يستقيم الكلام، مثل ما قرأ الشيخ صحيح. وحدث عبد الله هو الفاعل بن أرقم عثمان رضي الله عنه، فعبد الله بن أرقم هو الذي حدث عثمان بهذا الحديث أو هذا الأثر، فلا بد من ضبط وإلا تحدث إشكال، خاصة أنه في بعض النسخ مكتوب وحديث عبد الله ثم بن أرقم ثم وضع فاصلة عثمان، وهذا كله يخل بالمعنى. ولذلك أيها الأخوة، من أفضل ما يجب أن نتعلمه هو ما يسمى بعلامات الشرط، الفواصل وعلامات الاستفهام والنقاط، هذه ما يفهم الكلام. مثل ما قلت سابقا، الوقوف والابتداء في القرآن من أهم ما يتعلق بفهمه وتدبر القرآن، والخطأ الذي يقع فيه كثير من الأئمة أنهم يقفون على ما لا يوقف عليه، أو يصلون ما يجب أن يقف دون يكون في وقف لازم، مع ذلك يصلون، هذا خطأ، فضلا عن أنه يؤثر في فهم الكلام. كذلك علامات الشرط المعروفة الآن، هذه علامات الترقيم، تسمى علامات الترقيم، علامات الترقيم علم مستقل، ولذلك يجب ضبطها. هنا في خلل كبير فيها، حيث وضع فاصلة لا قيمة لها، فأعد يا شيخ. وحدث عبد الله بن أرقم عثمان رضي الله عنه أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان، رواه ابن عبد البر في التمهيد بإسناده. والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه. هذه مسألة الآن، يقول يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم، يعني لو مات شخص وقبل قسمة الميراث وابنه أو أبوه أو أي واحد من ورثاه كان كافرا ثم أسلم قبل القسمة، فهل يورث أو نقول لا، أنه منذ مات فأنه خلاص وجب المال للورثة وأنت لست منهم؟ وهذا لو نظرناه من الناحية العقلية ربما كان لها وجهة نظر، لكن القول الصحيح وهو الذي عندنا حديث الأول وحديث عثمان الحسن بن مسعود لحديث من أسلم على شيء فهو له، حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن، وكذلك أثر ابن مسعود أيضا مرفوعا عن ابن مسعود ابن عباس مرفوعا أيضا حديث صحيح، حديث صحيح. أما حديث عبد الله بن أرقم أن عمر قال الألباني لا، مقف على إسناده ولم يخرجه غيره، نعم، لكنه موجود هو في التمهيد الحقيقة لابن عبد البر في ترجمة باب ثور بن يزيد، موجود في ترجمة ثور بن يزيد من أراد أن يرجع له، لكن الألباني رحمه الله قال لم أقف على إسناده، والله أعلم. فالشاهد أن نقول لا، أنه إذا كان قبل القسمة، أنه قبل القسمة إلى الآن لم يتميز المال، وهذا يترتب عليه ترى أحكام كثيرة ليست حكما واحدا، ففي هذه الحالة فأسلم الولد ولو كان طمعا في المال، أو أسلمت الزوجة التي قلت قبل قليل كتابية قالت الآن مات زوجي أنا أريد مال، قالوا لا أنت مالك شيء لأنك كافرة وإن كانت زوجته، قالت لا إذن أنا أسلمت، وأسلمت إسلاما صحيحا، فالصحيح أنهم يعطون، قال ترغيبا لدخولهم الإسلام، خاصة مع هذه الآثار والأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة، وهو أيضا الإسلام يتشوف دائما إلى إسلام الناس ويتشوف إلى عتق الرقبة، فهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافهم، روي عن علي رضي الله عنه لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أبو داود، وهو مخصص للعمومات. وقال القاضي الكفر ثلاث ملل: اليهودية والنصرانية ودين من عداهم. ورد بافتراق حكمهم فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم يقرون بالجزية وغيرهم لا يقر بها، وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم،
يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا، وعنه أن الكفار يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم، اختاره الخلال قاله في الفروع وقدمه في الكافي، قال: لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما أن الكفار يتوارثون. الآن عندنا مسألة جديدة، الكفار. طبعا اتفقنا الآن وانتهينا من أن المسلم لا يرثه الكافر والكافر لا يرثه المسلم. طيب الكفار، وكلهم كفار يعني، ويعتبرون أيضا في حكم المشركين، اليهود، النصارى، المجوس، المشركون، الوثنيون، هل يرث بعضهم بعضا؟ قال المؤلف: الكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافهم. واستدلوا بهذا الحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أبو داود وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. إذن هذا الحديث أيضا كأنه بعد حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، قد يفهم منه بعمومه أنه خلاص الكافر يمكن يرث الكافر، قد يفهم من أنه ما دام لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، إذن هذا العموم أو المفهوم بعبارة أدق. لكن أمامنا نص آخر جاء يفسر، يقول: لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني مختلفة. فهذا هو القول الذي ذكره. ثم قال: ملل الكفر ثلاث، اليهودية والنصرانية ودين من عداهم. والصحيح ليس ذلك، الحقيقة أن الكفر لا حصر له، اليهودية دين، النصرانية دين، المجوس دين، الوثنيون دين، وهكذا المشركون. فالحقيقة أنه لا حصر لهم لما بينهم من العداوات وغيرها. فقال هنا: ودين من عداهم. وقال القاضي: الكفر ثلاث، ورد بافتراق حكمهم. هذا الرد، أن فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقر بها، هذا القول الثاني أنهم ثلاث ملل. الصحيح ليس كذلك، يعني الآن هذا أراد بهالعبارة ورد أن يفرق بين المجوس وبين بقية الوثنيين، فيقول: هناك اليهود والنصارى والمجوس لهم حكم، وهؤلاء يقرون بالجزية، بينما بقية الأديان لا يقرون بالجزية. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو الحقيقة الصحيح أن جميع المشركين يقرون بالجزية. طبعا الموضوع ما أستطيع أفصل في هذه الجلسة المختصرة، هذا خلاف طويل بين العلماء، هل الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى فقط بدون المجوس، أو تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس دون غيرهم كمشركي العرب؟ القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره أنهم كل أصحاب الملل تقرون، لحديث بريدة رضي الله تعالى عنه. حديث بريدة صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لقيت عدوك من المشركين، فإذا لقيت عدوك من المشركين، فهم كلهم، وهذا حديث صحيح وهو عمدة في هذا الباب، فخيرهم بين ثلاث: أما يدخلون في الإسلام أو الجزية، نعم، أو القتال. ولم يفرق بين اليهود والنصارى. أقول مع ترى المسألة خلاف وعريضة وطويلة، ليس هذا مكانها، لكن هذا هو الراجح حتى نصل إلى ما نريد في هذا الحكم. إذن فنقول إن الملل شتى، لا يحصرهم بثلاث ولا بأربع، وكلهم يؤخذ منهم الجزية، وهذا ما اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فكلهم يقرون لحديث بريدة وهو عمدة في هذا الباب: فإذا لقيت عدوك من المشركين، ما قال من أهل الكتاب. فإذن الصحيح أنهم لا يتوارثون، الصحيح أنه لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني المجوسي ولا إنما يتوارثون فيما بينهم. لأن في قول آخر أن الكفار يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم، نعم، قال: لأنه مفهوم لا يرث مسلم كافر ولا مسلم كافرا، ولكن هذا نقول مفهوم. فجاء ما يزيل هذا المفهوم وهو المنطوق، لا، أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، ومعروف أن اليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوس ملة، وكل ملة من الكفار ملة، كلهم معبودات، حتى المشركون لهم ملل، هذا يعبد ما الإله الفلاني وهذا يعبد الإله الفلاني وهكذا كما تعلمون. فهم ملل شتى، كل ملة لها قاعدتها. فالصحيح أن كل ملة يتوارثون، أما لا يرثوا ملة أخرى، كما أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كذلك الكفار لا يرث بعضهم بعضا. فهذا هو القول الراجح، والمفهوم الذي أشار إليه لا يقوى على لا التخصيص ولا غيره. نعم. فإن اتفقت أديانهم ووجدت الأسباب، أي أسباب الإرث، ورث بعضهم بعضا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن، والآخر ذمي أو حربي لعموم النصوص،
ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس، فوجب العمل بعمومها. ومفهوم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت الدار. الآن جاء يفصل في داخل أصحاب الملة الأولى، لاحظوا التقسيم، تقسيم الحقيقة دقيق جدا وتقسيم عقلي، والفقهاء رحمهم الله في هذه المسائل عجيب، يعني في ينمي مواهب العقل اللي يتأمل في كلامه. الآن ناس إذا صاروا أهل ملة واحدة، يهود أو نصارى أو مشركين، لكن منهم الذمي والآخر حربي والثاني، لاحظوا ترى أحيانا نخطئ كثيرا في ضبطها، نقول المستأمن، الصحيح مستأمن، هو اللي طلب الأمان، ما نحن اللي طلبنا الأمان منه. نعم، وهذا يخطئ دائما، لذلك اضبطوها، قال أو مستأمن، لأنه هو الذي يطلب الأمان، شخص جاء لنا هو الذي طلب الأمان، فهو المستأمن، هو طالب الأمان. ولو قلنا مستأمن كان حنا نطلب الأمان منه. نعم، إذا جاءنا قلنا نبغاك تأمننا أنك ما تقتلنا ما تفعل، غير صحيح هذا الكلام، فتنطق من الشائع أنه يقال ولا مستأمن، والصحيح ولا مستأمن. نعم، ومعاهد. إذن عندنا في هذا الأمر طبعا معاهد، قد تقول ليش ما نقول معاهد، هي صيغة مفاعلة معاهد، أصلك عاهدته وعاهدك، لابد من طرفين، لأن صيغة تفاعل مفاعلة، فهنا اختلفت عن مستأمن ومستأمن، فرق في اللفظ، ودلالات اللغة مهمة جدا في ضبط الأحكام الشرعية. الحربي من هو؟ هو الذي ليس بيننا وبينه عدو ولا ذمة ولا أمان، كما نقول الآن يهود فلسطين مثلا، هؤلاء يعتبر حربي، يحل دمه وماله من قدر عليه، فهو مغتصب وليس بينه عهد ولا أمان. أيضا الحربي، نعم هذا قلنا، عفوا هذا الحربي. أما الذمي اللي عفوا ما قلت الذمي، هو الذي بيننا وبينه عهد وذمة في أن يبقى بيننا وله أمان، أن يكون بين المسلمين وهو أن يعيش مع المسلمين، ولاحظوا حتى نفرق بينه وبين الذي له عهد، ولكن تؤخذ منه الجزية، تؤخذ منه الجزية، نسأل الله أن يقر عينا بأن نرى ذلك في هؤلاء جميعا، في اليهود والنصارى والمشركين والمجوس وغيرهم. نعم، أن يكون أهل ذمة في بلاد المسلمين، وإن كان الكفار أو بالذات المشركين لا يقرون الحقيقة في جزيرة العرب، لكن أتحدث عن حكم قد لا يتعلق بجزيرة العرب فقط، هذا الدرس ليس خاصا بها. فإذا هو الذي أعطي الأمان من الإمام، أو عفوا هو الذي بيننا وبينه عهد وذمة في أن يبقى بيننا وعليه الجزية. النوع الثالث المستأمن، هو الذي أعطي الأمان لفترة مؤقتة، يقول أنا أريد أدخل بلد الفلاني، فهذا مستأمن حتى ينهي غرضه، هذا مستأمن، ليس ذمي الذي يبقى ويعيش وله حكم الإقامة ويؤخذ منه الجزية، هذا يسمى مستأمن، أي طلب الأمان. مثل الآن نقول عنده إقامة، مجرد أن يحصل على إقامة في المملكة أو دخول في المملكة فهذا كله يعتبر مستأمن، لأنه أعطي الأمان. ولهذا الخطأ اللي يقع فيه البعض في قتل هؤلاء، ومع كل أسف أصلا هم بنوا على أصل فاسد، فنتشات نتيجة فاسدة، والمقدمات الفاسدة تنشأ عنها مقدمات أو نتائج فاسدة، ليس هذا مكان تفصيلها. فالشاهد أن الذي أعطي الأمان سواء أعطاه الإمام أو أعطاه فرد من المسلمين وأجاز الإمام إجارته، مثل الآن أي واحد منا يستقدم أي شخص من حقه، فمن جرد استخدامك لهذا الشخص وأصبح تحت كفالتك فهو نقول عنه طبعا غير المسلم، أما المسلم حق له الإقامة، لكن نتحدث عن غير المسلم، لو أنه حدث وجاء شخص لضرورة أو في غير بلاد الجزيرة، فالصحيح أن هذا نقول مستأمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هانة قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. نعم، قال لأم هانة قد أجرنا من أجرت، فمن أجاره مسلم تصح إجارته يمضي عليه حد، فهو نقول مستأمن. النوع الثالث وهم له عهد، هؤلاء لا يكونون عندنا في الحقيقة، هم بيننا وبينهم عهد، نعم، لكن وهو في بلده، يكون بلد معاهد بينه وبينهم عهد شرعي، فهذا يسمى معاهد. إذن هي أربعة، هم أربعة، ذمي وحربي ومستأمن ومعاهد، كل هؤلاء ما داموا من دين واحد، يقول إذا توافرت أسباب الإرث وزالت الموانع فإنهم يتوارثون، حتى لو كان حربي، مات يهودي وخلف من إخوانه أو أبنائه شخص حربي وشخص مستأمن وشخص ذو عهد، فكل هؤلاء يرثون. نعم، وإن كانت اختلفت صفاتهم، ما نقول لا ما يتوارث إلا الحربي يرث بعضهم بعضا والمستأمن المستأمنون يرث بعضهم بعضا، لا، ما داموا أصحاب دين واحد
فإنهم يتوارثون والله أعلم. ومن حكم بكفره من أهل البدع المضلة كالداعية إلى بدعة مكفرة ماله فيء، نص عليه في الجهمي وغيره، قاله في الفروع. هذه مسألة جدية. قال من حكم بكفره من أهل البدع، فيها عدة وقفات. الوقفة الأولى أنه يمكن يكفر أهل البدع ما دامت بدعته غليظة كالجهمي، وكالآن من بدعهم غليظة وإن كانوا ينتسبون للإسلام كالرافضة، من هو على أصول الرافضة أو الإسماعيلية، مع أنهم يصومون ويصلون ويحجون لكن حقيقة بدعهم مكفرة، لكن نقول من هو على الأصول لأنه يفرق بين من قامت عليه الحجة أو لا. فإذن وإن كان من أهل البدع يكفرون، وهذا نص من العلماء أنه ليس الكفر فهو ما يعرف الكفر أن يكون يهودياً أو نصرانياً أو مشركاً. حتى بعض من ينتسب لملة الإسلام كالقديانية هم يقول نحن مسلمون، النصيرية يقول نحن مسلمون، كل هؤلاء يدعون أنهم مسلمون، لكن الصحيح أنهم ليسوا بمسلمين، الصحيح أنهم كفار. أما أعيانهم فينظر، أعيانهم ينظر، ليس نحن الذي نكفر. ولذلك شيخ الإسلام كان لا يكفر بعض من عمل كفرا ويقول لو أنني عملت ما عملتم لكفرت لكنني لا أكفركم. ليش ما يكفرهم شيخ الإسلام؟ لأنها لم تقم عليهم الحجة، أو هناك عوارض الأهلية، أو هناك عوارض الأهلية. وهذه مسألة يا أخوان في التكفير، ولهذا الذي يجعلنا نقول الشيعة ما نقول كلهم كفار الشيعة، وهذا حتى منهج الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره. الشيعة يختلفون، من كان على أصول الإسماعيلية أو على أصول الاثني عشرية من ملاليهم فهذا كافر، أما عوامهم فهم لا يعرفون هذا حتى تقام عليهم الحجة. بل إن بعض العلماء يفرق بين الشيعة هنا في المملكة والشيعة في غيره، يقول الشيعة في المملكة قامت عليهم الحجة لأنهم يدرسون في المدارس ويعرفون منهج، بينما الذي ولد في إيران يقول في قرية لا يعرف إلا المذهب الشيعي ويحسب أن هذا هو الإسلام عامي، ما يعرف، هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. فإذن هذه مسألة طويلة طبعا، إقامة الحجة. ولذلك يفرق بعض العلماء بين بلوغ الحجة وإقامة الحجة، في فرق بين بلوغ الحجة وإقامة الحجة. ليس هذا مكان التفسير، أنا أعطيكم إشارات يا أخوان حتى ننتبه لبعض الإطلاقات التي تحدث من البعض. فنصل إلى هنا إلى أن من حكم بكفره، ومن يحكم بكفره هو من أما القاضي أو العلماء، وليس مجرد أي ناس يحكمون بهم. ومع كل أسف وصل التعدي في الكفر يا أخوان والتكفير إلى أن البعض، وأنا ممن ناقشته وحتى إنه محسوب من طلاب العلم، كفر زميلا له وأخا له لأنه يقول بجواز الزواج بنية الطلاق. سبحان الله، قلت كيف تكفر أخاك؟ قال لأنه يقول جواز الزواج بنية الطلاق فقد استحل ما حرم الله، ومن استحل ما حرم الله فقد كفر. ناقشت 10 دقائق أو أقل، قال ترى أنه ما هو كافر، قلت لا، قال ما هو كافر حقيقة يا خبير، مع أنه طالب علم والله. مع كل أسف التساهل وتسلسل التكفير خطير جدا. نحن لا نميع الأحكام نقول ما نكفر، لأنه قلنا ما في تكفير معين كما يقول أيضا البعض، إذا ما في جهاد ولا فيه عمل ولا غير صحيح هذا الكلام، الكافر يكفر. لكن أيضا من أصله الإسلام لا يكفر إلا بقيام الحجة عليه وزوال الموانع وهي عوارض الأهلية، هناك عوارض أهلية لابد من تطبيقها حتى نطمئن إلى أنه يستحق التكفير. ثم هناك أناس متخصصون في التكفير. سبحان الله، هل تعلمون يا أخوان أي واحد منكم عنده حجة في هذا فليعلم أن أناس غير أطباء وغير متخصصين بالطب أجروا عملية دقيقة لمريض، عملية فيها شق البطن وفيها ربما استئصال بعض الأورام؟ لا يمكن. لو حدث هذا هذه جريمة، لو حدث هذا فهذه جريمة. وأنا أذكر قصة طريفة في إحدى المدن لن أسميها، قديمة القصة طبعا، وكان في ناس جايين من أفريقيا عملهم الحجامة والحلاقة. فجاء شخص يوم من الأيام للحلاق وقال عندي التهاب بالحلق. قال ليش؟ قال عندي لوز. فقال يمكن أعالجها. المسكين هذا الأخ تساهل، قالنا فجاء بالموسى والسكين وشق من هنا يبي يشيل اللوز، لكن استدركوه الحمد لله، وصلوا المستشفى وأوقفوه. ما ليس له حقها أن يفعل هذا الأمر. فكذلك هنا كما أننا لا يمكن عملية دقيقة وجراحة لا يجريها إلا حاذق وطبيب، كذلك التكفير لا يجري إلا من أهله من يجري التكفير وهم العلماء
لأن في مسائل ولا يترتب عليها أحكام ولها آثار، ليست هكذا. فهذه بس إشارة لهذا. الشاهد يقول من حكم بكفر من أهل البدع قال كالجهمي، طبعا الذي نقول قامت عليها الأصل الجهمي أنه كافر، لكن عين الشخص لابد من انضباط بالضوابط التي أشرت إليها، قال فهو كذلك. طيب أكمل. والمرتد والزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فمالهم في يصرف في المصالح. عندك يا شيخ ماله ولا فماله؟ نعم، إيه في بعض النسخ ماله، خطأ، قراءة الشيخ هي الصحيحة، فماله في. طيب ومن حكم بكفر من أهل البدع المضلة كالداعية إلى بدعة مكفرة فماله في، وليس ماله في كما في بعض النسخ، يعدل لأن هنا مات. نعم ها؟ لا لا كلها فماله، فهمت عليه. الدليل أفصح، فماله في طبعا تجوز لغة، لكن نحن أفصح كما قال في الثانية، الثانية قال فمالهم في، فكذلك هنا نقول فماله في. نعم تعدل النسخة. نعم اقرأها بعد التعديل يا شيخ. ومن حكم بكفره من أهل البدع المضلة كالداعية إلى بدعة مكفرة فماله في، نص عليه في الجهمي وغيره، قاله في الفروع. والمرتد والزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر فمالهم في يصرف في المصالح. لا نقف بس هنا إشارة لأن مهمة خافت عدة. هو الآن قال والمرتد والزنديق وهو المنافق، الحقيقة كلمة الزنديق هو المنافق فيه نظر، الصحيح أن كل زنديق فهو منافق، ليس كل منافق زنديق، ليس كل منافق، سيأتينا بعد قليل أن المنافق يرث الصحيح ولا يدل دليل على أنهم لا يورثون. الصحيح أن كل زنديق فإنه منافق. للعلماء كلام طويل من بالزنديق وأنهم أتباع مزدك أو غيره، ارجعوا له في أصوله، لكن أردت أن أبين أن الإطلاق هكذا والزنديق وهو المنافق، لا، المنافق سيأتي الآن أنه إذا كان منافق نفاقا عاما كما هو في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يرثون ويورثون لأن لهم أحكام الإسلام الظاهرة كما سيأتي. نعم واصل يا شيخ. لا يورثون ولا يرثون، لأن المسلم لا يرث الكافر، وكذا أقاربه الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم، لأنه يخالفهم في حكمهم، لا يقر على ردته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تحل مناكحته لو كان امرأة، ولا يرثون أحدا مسلما ولا كافرا، لأنهم لا يقرون على ما هم عليه، فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان. وعنه يرثه وارثه المسلم اختاره الشيخ تقي الدين، لأنه المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم علي وابن مسعود، قاله في الفروع، وقال في المنافق، وعند شيخنا يرث ويورث. لا دعنا في المنافق، موضوع المنافق يا شيخ. هنا الآن إذا نقول المرتد زنديق، المهم أنه مرتد، الصحيح أنه لا يرث ولا يورث، ومالهم في لبلاد مالهم فإنه في لبيت مال المسلمين. شيخ الإسلام يرى وأيده ابن القيم رحمه الله جميعا بقوة أن المرتد يرثه المسلم، هو لا يرث من المسلم لكن يرثه المسلم، يقول لأنه كأنه أراد أن يحرم ما ورثته من ماله فلا يقر. وثم استدل بهذا الأثر عن الصحابة في حرب الردة. القول الراجح والله أعلم، وهو أيضا ما نصره شيخ محمد بن عثيمين وخالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعروف أن الشيخ محمد غالبا أو قليل ما يخالف شيخ الإسلام إلا مسائل نادرة، من هذه المسألة قال لا، الصحيح أن المرتد لا يرث. أما ما قيل عن الصحابة فلم يثبت إجماع، لم يثبت إجماع، ما دام لم يثبت أن الصحابة أجمعوا، لأن الصحابة لو أجمعوا على أن المرتد يرث لانتهى الأمر، قال لم يرد إجماع، فنبقى على الأصل لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والمرتد أشد من اليهودي والنصراني، لأن أصل المرتد لا تؤكل ذبيحته ولا يزوج ولا غيره، فضلا عن بينما الكتابي الذي قلنا لا يرث ولا يورث من المسلم تؤكل ذبيحته وتزوج النساء وتتزوج أو يؤخذ من نسائهم، فكيف نقول عن المرتد؟ أنا أضيفه ليس من كلام الشيخ محمد إضافة، أن بالنسبة للمرتدين حرب المرتدين الذين ورثوهم من الصحابة قل لعلي أجد له محملا، كيف؟ لأنهم قالوا حكموا عليهم بعموم الردة لا على أفرادهم، لأن أفرادهم قد يكون بعضهم ليس مرتدا إنما سكت مخافة أو تأول فقامت الشبهة، فهنا لما قامت الشبهة اختلف الأمر، فليس المراد إلا من حارب حتى ربما لو دخل منهم مكرا أو غير ذلك. فنقول المسألة خلاف بين العلماء، والقول الراجح أن المرتد كغيره ماله لبيت المسلمين لا يرث ولا يورث والله أعلم. نعم.
وقال في المنافق: وعند شيخنا يرث ويورث، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا، فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة. قال: واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر إجماعا، انتهى. إن اختلف الآن هذا المنافق أيها الأخوان، هو له أحكام الإسلام الظاهرة، تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة، فمن أحكام الإسلام الظاهرة أنه يرث ويورث، ولكن قلنا أنه يختلف عن الزنديق، المنافق يختلف عن الزنديق، فكل زنديق منافق، ولكن ليس كل منافق زنديقا، فهم درجات. فالصحيح أن المنافق، ولم يرد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه منع منافقا من الميراث. وأما الأثر الموجود هنا، قال الألباني: لم أقف على إسناده، نعم، لأنه لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا. لا يلزم هذا، نحن نقول مجرد عدم النقل، عدم النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منافقا من الإرث أو التوريث في شيء تضافرت الأدلة على نقله، فدليل على أنهم كغيرهم من المسلمين يرثون ويورثون. لأنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المنافقين ما لهم في بيت مال، وكم مات من المنافق وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أو منع ميراث منافق أو إرثه لنقل إلينا. ما دام لم ينقل إلينا فالأصل على أن المنافق له الأحكام الظاهرة كما في الزواج وغيره، فكذلك هنا. فالصحيح أنه يرث ويورث، وليس كما مر معنا سابقا مما يدل على أن الزنديق يختلف عن المنافق، والله أعلم. نعم. ويرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن، نص عليه وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه. الآن بدأ مسألة جديدة، المجوسي بسبب دينهم وهم كما تعلمون ينكحون ذوات المحارم، فيقول إذا تحاكموا إلينا أو أنه أسلم بعد ذلك فالصحيح أنه يرث بجميع قراباته، ولو كان كما سيأتي لو كانت في المسلمين أو في غيرهم ما ورث، سيأتي المثال حتى أوضح. نعم. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه: فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا، لأن الله تعالى فرض للأم الثلث وللأخت النصف، فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بها، فترث بهما مجتمعتين كزوج هو ابن عم. أنا لا نقف الآن. يقول إن المجوسي، هذه مسألة دقيقة ما أحب أطيل لأن الحمد لله غير موجودة لكن مهمة. يقول المجوسي: وإن كان دينه يختلف يرث ما دام هذا في دين بقرابتين. انظروا دقة الفقهاء، قال: فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه. لاحظ ما قال أخته شقيقة، لأن ما يمكن تكون أخته شقيقة. واحد صورتها كالآتي: شخص مجوسي تزوج إحدى بناته، لأنه في دينهم يتزوجون ذات المحارم، فلما تزوجها جاءت بابن، مات هذا الابن طبعا وأبوه أيضا قد مات، أصبحت أمه أخته في نفس الوقت، أصبحت أمه هي أخته من أبيه طبعا، لأنه ما يمكن أخته شقيقة، فهي أخته من أبيه طبيعي، وهذه من دقة الفقهاء. فيقول إنه يرث بجهتين، يرث ترث هذه المرأة لأنها أمه، وترث لأن أخته من أبيه طبعا إذا لم يوجد حجب. وهذا مثال دقيق للغاية، قال: سواء تحاكموا إلينا أو أسلم، أما إذا ما جاءونا ما علينا منهم ولا علاقة لنا بهم. هذا مثال. قال: كما يرث أحيانا المسلم بقرابتين، زوج وابن عم، فهو يرث كزوج للمرأة هذا بالمسلمين، ويكون عصبة كابن عم إذا لم يوجد عصبة غيره. ففي هذه الحالة يرث مرتين، يأخذ النصف لأنه زوج، ويأخذ الباقي إذا لم يوجد ورثة لأنه عصبة ابن عم، فيأخذ المال كله. نقول: كيف يأخذ الزوج المال كله؟ نقول: أخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، فهو يرث من زوجته النصف. طيب، هو ابن عمها ولم يوجد له المتوفى المرأة، يعني لا يوجد لها أب ولا يوجد لها إخوان ولا يوجد أقرب منه، يعني طبعا ما يوجد أقرب منه، فإذا يرث لأنه ابن عم، فيأخذ النصف الباقي تعصيبا، أخذ المال كله.
فيقول كما أن المسلم له وجه شرعي أن يرث بجهتين، فكذلك هؤلاء على دينهم وإن كان دينا باطلا فلا. لكن أيضا من دقة الفقهاء لاحظوا كما يقول، لو أن هذا حدث خطأ من المسلمين هل يورث أو لا؟ قال لا أوصل. ولا إرث بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم، قاله في الفروع. هذه مسألة، ولا إرث بنكاح ذات محرم. كيف ذات محرم؟ واحد إنسان تزوج امرأة لما توفي قال تعطوني ماله أنا زوجته، اكتشفوا أنها أخت له، وهذا يقع من الرضاع أو لأن كانت من بلد آخر وما علموا أنها أخته، فلا ترث في هذه الحالة لأن أصل العقد كان باطلا، فلهذا لا ترث. قال كذلك هنا ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم، لو أن واحدا مثلا تزوج أخت زوجته، الكفار يتزوج الواحد أخت زوجته وزوجته حية فماتت، فنقول لا ما ترثها، لأن الحقيقة أن زواجك منها الثانية خطأ، الأولى صحيح الثانية خطأ، فلا نورثك منها ما دام أسلم ورجع إلينا، فلا يقر على هذا الأمر. نعم. وإن أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح أو ملك يمين ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبه للشبهة وورث بجميع قراباته لما تقدم. الشبهة سبق قلنا يا أخوان قد تكون شبهة عقد. نعم. شبهة العقد كمن تزوج امرأة فاتضح أنها محرم له، واحد تزوج امرأة اتضح بعد ذلك أن أخته أو أن أخته من الرضاعة أو عمته، هذه شبهة عقد، فهو يوم يتزوجها ما عنده إشكال، ثم اكتشف، وهذا يقع كثيرا مع كل أسف في الرضاعة. وشبهة اعتقاد وهو أن رجلا وطئ امرأة يحسب أنها زوجته لكن اكتشف أنها ليست زوجته، هو يقع خطأ في هذا الأمر، فهو عندما وطئها على أنها زوجته فاتضح أن ليس، هذه شبهة، شبهة اعتقاد، اعتقد أنها زوجته ولم تكن كذلك. ففي الحالتين جاء ولد، شبهة العقد أو الاعتقاد، نقول يقول هنا يرث في هذا الأمر، فإنه يثبت له القرابة للشبهة ولا حرج في ذلك والله أعلم. هنا نقف في هذا الباب، وهو باب في مسائل ما أردت أن أطيل فيها لأنها دقيقة للغاية، ولعل ما ذكرت فيه الكفاية، ومن أراد مزيد إيضاح فليرجع إلى تسجيل المادة، لم أترك نصا حاولت إلا أن أوضحه، وأسأل الله التوفيق والسداد.